حنتلك انا 600 و600 وشها قلب وبقيت الدهون فين؟ قال لا ما لقيت الشكل كويس خلاص. حرام عليك وهي دي دهوني ومش قلت لها هم مين؟ هي دهوني اولى بيا هي بقى عندها خلاص لا هي دهوني هي. اهلا وسهلا بيكم، انا هشام حبيب واحنا هنا في ميديكا زون بودكاست، البودكاست الطبي الاول في مصر والوطن العربي. الحقيقه احنا دايما بنهتم بشكلنا وبنصرف فلوس كتير جدا عشان نوصل للشكل اللي احنا عايزينه، ما بين بقى ان احنا بنروح جيم، ممكن نوصل ان احنا نعمل عمليات، سواء عمليات تجميل او عمليات نحت، بس في الاخر احنا محتاجين نوصل للشكل المثالي. دايما عندنا الشكل بتاع النجم الهوليودي القديم اللي احنا عايزين نوصله. طيب كل التفاصيل دي احنا نعرفها واكتر النهارده مع دكتورنا القيمه والقمه الاستاذ دكتور احمد مكاوي، استاذ جراحات التجميل وزراعه الشعر الطبيعي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور، احنا استفدنا جدا جدا من حضرتك في حلقه زراعه الشعر، واتكلمنا عن تفاصيل الحقيقه تهم كل حد بيفكر في زراعه الشعر. كانت هايله فعلا فعلا. بس النهارده احنا محتاجين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن جراحات التجميل وعن الشكل المثالي. والحقيقه كان الاول كان يقال ان دايما الست هي اللي بتهتم بشكلها، لا احنا مؤخرا بقى الراجل يمكن اكتر ساعات بيهتم بشكله. صح. وفي ناس كتيره جدا شايفين ان كان زمان برضو في ثقافتنا يمكن العربيه ان الراجل ما يعيبوش غير جيبه يعني زي ما بيقول، لكن لا، ازاي دلوقتي بقينا في فئات عمريه مختلفه الراجل بيحب يهتم بشكله، لان هو الموضوع ليه علاقه بثقته في نفسه، ليه علاقه بثقته قدام الجنس الناعم يعني. بالظبط. فهنا حابين نعرف من حضرتك التسدي. تمام. يمكن اكتر مشكله في الوقت الاخير بتحصل عند نسبه كبيره جدا من الرجال. طيب بس مبدئيا خد بالك انك انت بدات كده بالتسدي، يعني بدات بالرجاله، يعني انت كده همشت الستات ولا انت ايه بالظبط؟ ما هو انت هنروح لك راحه السدي. طيب ماشي. بص يا سيدي، اولا كلمه بقى شط الدهون ونحت القوام والكلام دي كلمات كتيره قوي وواسعه جدا، بس احنا برافو عليك، احنا هنبدا بحته حته او جزئيه جزئيه. بص، التثدي ده يعني كلمه تثدي دي بتبقى حاجه بتحصل للرجاله، معناها التثدي يعني ده مش الطبيعي ان يبقى عنده ثديين كبار. ماشي. احنا طبعا الرجاله ليها شكل معين، ربنا خلق الثدي بيبقى فيه غدد لبنيه بتبقى موجوده في الستات بشكل كبير، ما هي دي لما بتتجوز وتخلف يبقى الطفل محتاج يرضع، فهي دي الغدد اللبنيه اللي بتعمل اللبن والكلام ده. طيب هل في الرجاله موجود الكلام ده؟ موجود، بس الرودمنتري هي بقى يعني غير مفعله، ضمور، عندها فيها ضمور. اوكي. طيب ايه اللي بيحصل مؤخرا؟ يعني اللي انا بقول لك دلوقتي ما كانش مثلا موجود من 20 سنه، يعني خد بالك انا خريج 2002 فانا قديم شويه، فاحنا مثلا كنا بنعمل تثدي زمان ولكن ما كانش بنفس الريت اللي موجود دلوقتي. الموضوع ده بقى عشان في اسباب بقى اللي هي الاكل اللي بناخده، الهرمونز اللي بتتاخد عشان تزود الحاجات اللي في الحيوانات، فاحنا بناكلها شويه ادويه، الحاجات دي كلها ادت الى ان احنا في الاخر بقى كلمه التثدي دي كلمه منتشره، ناس كتير قوي شباب صغير ودلوقتي برضو رجاله كبار بيشتكوا من الموضوع ده. ايه هو؟ ان في تضخم في الثديين، يا اما عشان برضو الناس تبقى فاهمه، يا اما تثدي اللي هو الجاينيكوماستيا او ده الاسم الشائع او الجينو، الناس هتلاقي الكلمه دي موجوده في الجيمات كتير، انا عندي جينو عندي جينو، دي بتبقى الغده هي اللي فيها تضخم. وفي لايبوماستيا اللي فيها التضخم في الدهون، وده بيبقى دايما مع الناس التخان. طيب ايه الحل او التثدي ده ايه قصته؟ يعني هل لو انا التثدي ده عباره عن دهون فقط فانا لما اخس هيختفي؟ طبعا. بس ده لو هو دهون فقط، انت راجل يعني انت جسمك عادي ما عندكش تثدي اصلا من زمان وبعد كده تخنت، فانت زي ما تخنت دراعك هيتخن وبطنك هتتخن والارضف هتتخن والثديين هيتخنوا، فده اللايبوماستيا. لما تخس الموضوع ده بيتحسن. اوكي. طيب نيجي بقى الجاينيكوماستيا اللي هو التثدي اللي هو واحد ممكن يبقى رفيع ارفع مني ومنك وعنده ثدي ممكن يوصل لدرجه شبه الثدي الانثوي. طب ده ايه؟ طب ده يخس مهما يخس شكل الصدر عمره ما بيتصلح، لان احنا قلنا هنا ان هي مشكله هرمونيه. مش هرمونيه على قد ما هو يعني هو ما عندوش خلل وظيفي، لا هو بلاش عشان برضه الناس ممكن ما تتخضش من الجمله دي، لا هو الراجل ما عندوش خلل، هو راجل يعني زي الفل ما عندوش اي مشاكل، بس عنده تضخم في الجزء الريدومنتري او اللي هو الجزء المفروض ده ضمور موجود ضامر في الثديين.
ولو الموضوع ده اتحل خلاص هو زي الفل زي وهو من غير ما اتحل برضه هو راجل زي زيك، بس هي القصه كلها بتبقى شكليه. يبقى حاجه يعني خد بالك انت راجل ليك شكل معين، اللي عايز يربي دقنه اللي عايز يعمل العضلات، فالشكل ده بيدي شكل مختلف خالص 100% بتكون عندنا له مشكله نفسيه طبعا. وعايز اقول لحاجه كمان، يعني انا ناس كتير قوي بيبقى عندها مثلا مليان او لا هقول لك حاجه غلطه، التثدي لو واحد رفيع بتبقى باينه قوي، عمره بيعرف يلبس تيشرت ماشي، فيتخن او ياكل كتير عشان يتخن عشان كله يبقى مليان سايح بقى في بعضه بالظبط، ما يبانش ان هو هيعالج المشكله بمشكله بالظبط. ف ودكتور ناس ثانيه بتجيلي مليانه وعنده مثلا كرش وجناب وتثدي ما عندوش مشكله خالص مع الكرش والجناب خالص، دكتور عادي جدا كلنا بكرش وجناب ما عنديش مشكله، لا بس انا التثدي ده مديني عدم ثقه، ما بعرفش انزل البول، ما بعرفش اروح يعني لما اروح الجيم واخس بطني بتخس وجناب بتخس والارض كل حاجه بتخس ما عدا دول بيفضلوا زي ما هم، عشان كده بطلت ان انا اعمل رياضه او ان انا احاول اخسسهم. فالحل في حاجه في الوضع اللي زي ده عمليه جراحيه بسيطه جدا، بنفتح فتحه صغيره في النبل او سوري في الاريولا اللي هي الحلمه اوكي، تبقى حوالي نص سنتي او سنتي، ومنها بنقدر ندخل بقى بالاجهزه بتاعتنا سواء بقى البيزر الايفوساوند وتبقى ايه الاداه اللي احنا ندخلها علشان او ايه الماشين اللي هندخلها علشان نقدر نكسر الغده. خد بالك الغده دي تبقى صلبه مش يعني مش زي الدهون ان تبقى الاذابه بتاعتها سهله، لا بنحاول نكسرها علشان تبقى حتت هي سوفت تيشو او النسيج برضو تبقى ناشفه شويه مش زي الدهون، يعني الدهون بتبقى صفراء وبتدوب، الدهون دي عباره عن زبده سمنه هي دي الدهون الخلايا الدهنيه، فدي بتسيح بسرعه، انما ده تليفات بيبقى النسيج بتاعه لونه ابيض متليف، فده لازم نكسرها الاول بعدين نستأصلها من نفس الفتحه دي. ممكن نعمل فتحه ثانيه في الدراع برضو ما تبقاش باينه عشان اقدر انحت السد، ما انا خد بالك بقى انا شلت التثدي وعايز بقى انحته اعمله شكل حلو خلاص فمن الفتحه الصغيره دي او الفتحتين الصغيرين دول بقدر اشيل الغده اشيل الدهون الزياده ارسم شكل الثديين بشكل لطيف ورياضي من نفس الفتحه الصغيره دي. وخد بالك الموضوع ده اتطور عن زمان، زمان كان لازم نفتح فتحه جراحيه كبيره وبتسيب سكار بتسيب مش عايز اقول تشوه بس بتسيب جرح بتسيب جرح. فخد بالك الكلاينت بيبقى عنده نفسه في حاجتين بجد والله، هو ده هو الكلاينت دايما بيقول الجمله دي، دكتور انا نفسي في حاجتين، نفسي انزل البحر او البول ونفسي البس تيشيرت بس. واحد والله العظيم بيحكي لي مره بيقول لي انا دكتور يعني كتر خيرك انا دلوقتي انا بقالي 7-8 سنين بروح شغلي بالبدله صيف شتاء عشان البدله بالبليزر هيغطي الشكل ده، دلوقتي انا ممكن البس انزل قميص وانزل البس تيشيرت وانزل، فالموضوع ده بيبقى ماساه يمكن ناس كتير قوي مش مقدراها الا اللي عنده المشكله دي صح. يمكن الناس بتقول ايه ده هو ايه المشكله يعني ايه، لا بيبقى عندهم الشكل بيبقى مش حلو، الشكل مش ماشي مع الشكل الرجولي اللي احنا بنحبه وفي نفس الوقت لو الاوبشن اتاخد ان انا هعمل لك بجرح طب انت كده حلت لي نص المشكله، لو هعرف البس تيشيرت بس مش هعرف البحر انزل البحر هيبقى باين ان في جرح، طب لما اجي اعملها لك بقى بجهاز متطور فتحه صغيره فتتنا الغده دي وقدرنا نشيلها من الفتحه دي الصغيره دي وخيطناها خيطه تجميليه في الحلمه اللي هي اصلا لونها بيبقى اغمق شويه عن الجلد عشان كده الجرح بالظبط الجرح ما بيبانش خالص، يبقى كده انا حليت لك المشكله هتعرف تلبس تيشيرت. وكمان حضرتك بتقول بشكل تجميلي الاقرب للشكل اللي هو عايز يوصل له يعني بالزبط. او الشكل اللي هو الرياضي يعني بالظبط. ففي الحالات دي العمليه بتتعمل في يوم واحد بيروح بالسلامه، الموضوع عندها مشكله مقرقاه بقى لها سنين حياته اتغيرت خلصت في كذا ساعه او في كام ساعه بس. هاي دكتور دايما عندنا هو الراجل المصري بقى اللي هو يعني بيشوف نوع من انواع لفتره من الفترات يعني ثقافيا كان بيشوف نوع من انواع العز في كرش طبعا، فطبعا حضرتك مع الراجل من غير كرش ما ينساش قرش، لا زي جوجل من غير سيرش فطبعا الثقافه دي اتغيرت لان كمان لما زاد الوعي الطبي الناس عرفت ان الكرش ده اصلا بيسبب مشاكل كتير صحيه يعني طبعًا. انت بتاثر على الظهر بتاثر على عمود الفقري فبيسبب مشاكل كتير طبعًا. وزاد ان احنا كمان كان بيبقى عندنا نماذج لكرش بيبقى مبالغ فيه يعني بيبقى ضخم جدا، فبالتالي هو المريض بيروح يشتكي من حاجات تانية فالدكتور يقول له انت سبب الكرش، لحد ما نروح للمنطقه اللي هي بتاعت التجميل بقى اللي هو انا عايز ما يبقاش عندي كرش
بحيث ان انا يبقى شكلي انسان طبيعي. حلو قوي. فالكرش بقى والجنبين طيب. شكل اللي هو بيبقى اشبه بشكل العوامه ده. العوامه بالظبط الايجيبشن عوامه. بص بقى انت بدات الكلام بطريقه لطيفه جدا ونهيته بطريقه الطف. حضرتك في الكلام انت من غير ما تاخد بالك اتفرق ما بين حاجتين ما بين السمنه والجزء الثاني اللي هو التجميلي. بمعنى اللي هو المشاكل بتاعت السمنه دي مشاكل كبيره قوي نتكلم فيها او يمكن الاطباء العظام المتخصصين في الموضوع ده بقى مش انا طبعا هم اللي يفتوا لنا في الموضوع ده. مشاكل بقى على القلب والضغط والسكر والشرايين وكل الكلام ده. دي الحالات اللي هي بتبقى سمنه عنده بقى كرش كبير وبطن كبيره ومليان جدا والبي ام اي اللي هو البادي ماس اندكس او المعامل كتله الجسم ده بيبقى عالي جدا. ده احنا بنهتم ان نعرفهم في الجيم مثلا لما بنعمل امبادي او كده بنهتم نعرفهم طبعا. اوكي لا انا بتكلم بقى عن الناس البادي ماس اندكس بتاعها اللي معدي ال 40 وال 42 وهكذا. طب هل دول ينفع يجي لي واحد مثلا وزنه 130 كيلو ولا 135 كيلو وطوله 180 راجل طويل ما عندوش مشكله او 175 بس الوزن تقيل بس الوزن كبير جدا لا ده ينفع له شفط دهون او جاي يقول لي يا دكتور بص انا عايز اشيل بقى الكرش والجناب لا ده حضرتك عندك سمنه مفرطه خد بالك البي ام اي اللي هو معامل كتله الجسم ليه حسابات معينه طبعا فوق 25 ده اللي هنخش في بالظبط هو المفروض من 20 ل 25 ده النورمال من 25 ل 30 زياده في الوزن من 30 ل 38 او 40 لا سمنه وفوق ال 38 او فوق ال 40 دي السمنه المفرطه فانا ممكن اشتغل في السمنه انما لو سمنه مفرطه لا ما ينفعش غلط حرام عليا ان انا اشتغل او اعمل لحضرتك عمليه ليه انت كلك على بعضك مليان شلت لك شويه دهون من البطن والكلام ده مش هيحسن لك صحتك ولا لازم حضرتك تخس خس بقى بالطريقه اللي تريحك يعني لازم تخس كويس وبعد كده احنا بقى ممكن لما الجسم يتظبط ممكن نعمل بقى البواقي شويه بقى شط الدهون هنا او هنا والكلام ده فدي القصه بتاعت السمنه مش بتاعتنا نيجي بقى نتكلم الجزئيه الثانيه بتاعت لا واحد جسمه معقول انما عنده المشكله البطن والجناب او الكرش والشكل يا دكتور قبل ما نتكلم في النقطه دي احنا عايزين نعرف طيب هي ايه المواصفات اللي العميل تبدا حضرتك تقول انا هبدا اتعامل معاه دلوقتي اولا البادي ماس اندكس بتاعه ما يبقاش عالي البادي ماس اندكس هو مثلا زايد له حبه صغيرين او عنده بص اقول لك حاجه بالبلدي كده بالبلدي في حاجه اسمها او الاسم العلمي بتاعها السمنه الموضعيه خلاص بالبلدي بقى الكلاين بيجي يقول لي ايه سواء راجل او ست بس تلاقي مثلا الراجل في حته العوامه قال لي بص يا دكتور اخس مهما اخس الاقي وشي يخس ودراعاتي تخس وصدري يخس والاردف تخس وكل حاجه تخس انما البطن والجناب ما بيخسوش او الجناب او البطن او الكرش وهكذا خلاص فدي تبقى السمنه الموضعيه او الدهون العنيده ده الكلاين ده يعني هو حله السحري هو اللايف سكشن او شط الدهون ليه انت عندك المنطقه دي صعب انها تخس والدهون دي اهو انا ماسكها بايدي تحت الجلد هدخل اشيلها انتهت الموضوع حلك برضو زي ما شلنا التسدي في عمليه هنشيل الدهون اللي موجوده في الجنبين او في البطن في عمليه وانتهى الموضوع بس معلومه صغيره عايز اقولها بس للناس او الساده المستمعين خاصه الرجاله اللي عندهم كرش خد بالك من حاجه الطبقات حاول تتخيل كده معايا الطبقات من البطن من بره لجوه في عندنا الجلد وبعدين طبقه الدهون اللي تحت الجلد وبعدين العضلات وما خلف العضلات الغشاء البريتوني والاحشاء خلاص الاحشاء دي اللي هي ايه الكبد والكلى والامعاء والمعده وحواليهم وغيرهم وحواليهم دهون اللي هي الدهون الداخليه خلاص طيب حضرتك جاي تقول لي بالبلدي كده دكتور شايف ماسك بطنك بايدك دكتور شايف الدهون اللي تحت ايدي دي اشفط اقول لك عينيا الاثنين انت كده خارجيه برافو عليك انت كده فهمت اللي انا بقول لك عليه عشان انت مسكتها بايدك دي الدهون الخارجيه انما اللي يجي يخش يقول لي يخبط على بطنه دكتور شايف الكرش ده اشفطه لي اقول له اسف دايت ما ينفعش ده دايت بس مش هفيدك بحاجه ليه الراجل ده او ربنا خالق الراجل ده يبقى ان نسبه الدهون او كميه الدهون اللي تحت الجلد تتمسك حاجه صباعين حاجه صغيره انما المين او هنقول 20% منه بره و80 منه 80% منه دهون داخليه فده هيستفيد ب 20% بس انما التاني اللي ماسك الدهون كلها بره ده عينيا الاثنين ده انت هتستفيد بالعمليه كويس جدا الجناب كده كده بتبقى بره الجسم فخلاص بتشفط عادي انما حته الكرش عشان في دايما يعني بتبقى معضله سخيفه جدا بيجي لي مثلا اثنين كلاينتس صحاب اثنين رجاله نفس الطول نفس الوزن نفس العمر نفس الشكوى كل حاجه واحد اقول له عينيا الاثنين
واحد تاني يقول له ما ينفعش. اشمعنى يا دكتور؟ هو ربنا خلق له الدهون اللي مضايقاه خارج جدار البطن او خارج العضلات، فانا هعرف اتعامل معاك كجراح تجميل، هدخل اعمل له شفط ونحت واشيلها. انما لو واحد تاني سمنه الموضع سوري السمنه او الكرش بتاعه السمنه المعدية بتاعته داخليه ملوش خور معايا، لازم زي ما حضرتك قلت يعمل دايت او اي وسيله او اي مش معايا انا بقى. بس ففي ناس يعني طب يا حبيبي انا بقول لك هتستفيد يا شيف يا دكتور، يا حبيبي مش هتستفيد والله. لا هو بيبقى نفسه يوصل لحاجه معينه، ولكن صح. حتى نتخيل لو احنا عملنا يعني نحت الجزء الخارجي وانا بطني عاليه، يعني حتى ازاي هيبقى ان احنا بننحت الجزء الخارجي وانا بطني عاليه اصلا في الاخر برضه؟ ينفع يبقى عندك 6 باكس وانت اصلا كرشك طالع؟ ما ينفعش. وهنا نروح بقى لل 6 باكس. ال 6 باكس ده احنا خلاص بقى رحنا هنا المرحله، خرجنا من مرحله ان انا شكل بطني عاليه او كده، لا انا عايز بقى اروح البرفكشن او الكمال، يعني طبعا كمال لله وحده، بس انا عايز اروح لشكل الرياضي بقى بالزبط. فانا عايز اعمل 6 باكس، فانا كده برده اعتقد المواصفات هنا هتبقى اصعب شويه، المواصفات ان انا بس مجرد ان انا بشيل الدهون بس. طبعا طبعا دي اولا بيبقى عمليه اللي هي الهاي ديفينيشن بقى، ان انا بحدد العضلات و 3 دي و 4 دي والكلام ده كله. انا عايز بس ابسط للساده المستمعين ان هم يبقوا فاهمين ان يعني في وجهه نظري مش اي حد عامل له اي حاجه. اوكي؟ لازم يبقى في بيز معين او في يعني حاجه ابني عليها، بمعنى زي ما حضرتك قلت من شويه، هل انا عندي سنه داخليه وبطني قبه، عارف اللي هو البطن اللي قبه من فوق كده؟ ايوه كده هعمل لك 6 باكس ازاي؟ مش هتبقى الشكل فيك يعني شكله وحش جدا جدا، مش منطقية خالص. اوكي طيب، حد جسمه مش اتلتيك مش رياضي ما ينفعش، يعني هيبقى الشكل فيك. في حلقه زراعه الشعر لما حضرتك سالتني اجمل سؤال في الحلقه، كل اسئلتك جميله طبعا زي الفل، بس اجمل سؤال سالتني ايه هي عمليه زراعه الشعر الناجحه؟ قلت لحضرتك ايه؟ انها تبقى ناتشرال، انها تبقى طبيعيه، محدش يعرف ان حضرتك عامل زراعه شعر. نفس الكلمه او نفس الاجابه على اي عمليه تجميل. اوكي عمليه نحت القوام لو انا عملتها بشكل عملت لك 6 باكس او زي ما في يعني او سبت شويه دهون عشان في حاجه فيك كده بتعمل اسمها 6 فات، بسيب لك بعمل لك الرسمه والتقسيمه والشكل على الدهون، بس على الدهون بيبقى شكل ايه بقى؟ انت عندك 6 باكس اوف فاتس، يعني انت عندك 6 مش عضلات، 6 دهون. فده لما تيجي تدخن شويه يبقى عندك 6 حتت كده شكلها وحش قوي، شكلها وحش قوي، شفتها كتير يعني خلاص، ودي برده بيبقى شكلها فيك جدا. فعمليه زراعه الشعر الناجحه هي العمليه اللي شكلها طبيعي، نفس الكلام عمليه النحت الطبيعيه اللي هو لما يجي يعمل لك العمليه محدش يعرف انك عامل حاجه. لو حضرتك مليان شويه بس جسمك مش هينفع نعمله رياضه، خلاص يعمل لك شفط بس، يعمل لك نشيل الدهون بس، ننحت الجسم بس ما يعملش ابراز للعضلات. طيب حضرتك لا جسمك اوكي ممكن يجيب العضلات عندك شكلها لطيف، الشكل بتاع حضرتك اقدر اوصل لك لشكل الفي كات او اللي هو الشكل السبعه الفي شيب او بالظبط بالظبط، ليه ما عملهاش؟ اوكي ينفع. بس دايما بيبقى احنا بنعمل يعني بنحاول نوصل الكلاين على قد ما نقدر للحاجه المناسبه ليه اللي في الاخر، وعشان كده في حالات كتيره برفضها، ان هو الاكسبكتيشنز بتاعته مش ماشيه مع جسمك. او ممكن حضرتك يعني اللي انا برضو فهمته من حضرتك ان ممكن حضرتك تقول له طيب احنا لو عايزين نوصل للنتيجه دي، طيب دلوقتي احنا ممكن نروح نخس لحد معدل كذا ونبدا نعمل العمليه. ده ممكن حل. فبالتالي احنا نبقى ناخد ستيبس الاول قبل ما نعمل العمليه بالزبط. عشان العمليه يبقى شكلها شكل الامثل. وخد بالك من حاجه برضو، دلوقتي اللي بيعمل لايبوسكشن او بيعمل شفط دهون بقى، فاحنا كده شلنا العرض ما شلناش السبب. فلو هو سمنه موضعيه هو بس جسمه ربنا خلقه في الحته دي هي الدهون بس كون هنا وما تخدش من الحته الثانيه، خلاص رميها 100%. انما لو حضرتك بقى جيت بعد العمليه اكلت وتخنت، طب انت هتتخن، ممكن تتخن في اماكن اخرى، ممكن وزنك يزيد يبقى الشكل بتاعك مش حلو، يبقى احنا كده ما شلناش السبب. عشان كده الناس اللي هي مليانه او اللي عندهم سمنه ما بنعملهاش اصلا حاجه غلط، او عندهم اسباب طبيه اصلا بتؤدي الى السمنه، يعني عندهم مشاكل في الغدد او بتؤدي للسمنه، دي حاجه لازم يحلها، او بياكل كتير او واحد بياكل كتير وزنه 120 زي اللي هو قلنا في الاول، عايز اعمل شفط يا دكتور، لا انا مش عايز اعمل تكميم، مش عايز اعمل مصاري، مش عايز، انا بحب الاكل. طب هترجع تتخن تاني، يبقى انا عملت لك ايه؟ العمليه مش هتحل. بالظبط العمليه مش هتحل، لازم اعمل لحضرتك الحاجه اللي هتفيدك. فانت لازم نقفل السبب الاول، سواء مش لازم يعمل تعمل تكميم، لا غير اللايف ستايل بتاعك، اعمل رياضه، اعمل 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 لغايه ما توصل لحاجه اقدر اشتغل انا او انا اعمل كجراح تجميل. عشان كده دايما دايما بنحب نفهم الكلاينتس ان احنا ك
انا بتكلم عن جراحين التجميل. احنا مش جراحين لانقاص الوزن. او دايما في سؤال دكتور هو انا هخس قد ايه؟ لا اقول لك هو الشكل هيختلف قد ايه؟ ممكن اقول لك المقاس يخس شويه يقل شويه، انما الميزان ما اقدرش اقول لحضرتك. جراحه تجميليه اكتر من علاجيه. ري شيبنج، احنا اعاده يعني سوري اللي هي اعاده تشكيل، اعاده شكل الشكل الانسب بالظبط. شكل مش حاجه علشان الوزن بتاعك يقل، مش ده التارجت بتاعك. لا التارجت بتاعك يا تعمل دايت يا تعمل تكميم او تحمل اللي هي جراحات السمنه. لكن دكتور حضرتك قلت لي ان اللي عنده سمنه موضعيه لو هو محافظ على مثلا نظام دايت او كده، بس هو عنده سمنه موضعيه بس وعمل لنا ده شفت طبعا دول شفت فما بترجعش تاني يعني خلاص. لا هو ان شاء الله ان شاء الله لو حافظ على البتاع ده طبعا. ما هو انا الدهون العنيده دي احنا خلاص دخلناها، هي كانت موجوده دخلت عملت لها اذابه شبطتها خرجتها بره الجسم خلاص انتهت. اوكي لما تيجي ترجع تاني ممكن لما تيجي لو جه تخن تاني او ياكل تاني ممكن يدخل في الجزء ده، بس عاده بيدخل من مناطق اخرى او الدهون بتروح ليه. طيب معلومه علميه شيء كده، عدد الخلايا الدهنيه في جسم حضرتك دلوقتي كام وبعد 10 سنين كام؟ هو نفس العدد. تمام المعلومه دي مهمه جدا. عدد الخلايا الدهنيه حضرتك دلوقتي بعد سن البلوغ بيبقى ثابت. بمعنى عدد الخلايا الدهنيه ثابت من ساعه البلوغ لغايه وانت ماشي في حياتك. طب انا بتخن وبخس، يعني دلوقتي انا عندي مثلا مليون خليه، بعد ما اتخن واتخنت 10 كيلو بقوا كام؟ مليون و100 الف؟ لا هم المليون بس حجمهم زاد. بس هو عددهم هو هو. حلو؟ حلو. طيب تخيل دلوقتي حضرتك بقى جسمك فيه مليون خليه متوزع منهم مثلا هنا 100 الف هنا 100 الف 100 الف. فانا لما اجي بعمل اتاك لمنطقه معينه هقول لك مثلا انت عندك في الجنب هنا 100 الف وجنب هنا 100 الف. فانا دخلت عملت شفط ونحت وشلت الخلايا الدهنيه دي، ما انا شلت عدد من الخلايا الدهنيه. صح. شلت مثلا 80 الف او 90 الف وسبت لك 10 هنا وسبت لك 10 هنا خلاص مش هتزيد عدد الخلايا بالظبط. لما تيجي بقى تتخن تاني وتاكل هل ال10 هيتخنوا زي ما كان ال100 بيتخنوا؟ ال10 زي ال100 اكيد لا، هيتخنوا بمعدل ابطا او معدل اقل. فانت تشوف بقى مناطق تانية هي اللي زاد فيها الوزن لو انت زدت. عشان كده دايما هو الكلايم بتاعنا احنا بعد العمليه بنسيبه؟ لا خالص، ده بيبقى فيه عارف اللي هو بنحلق عليه كده يعني خلاص احمد مكاوي عمل لك العمليه خلاص، خلاص المساعد يجي بيطمن عليك في المتابعه بتاعتك في المستشفى يومها بالليل، دكتور العلاج الطبيعي بيعمل حاجه اسمها الليمفاتيك مساج وبيظبط له الكلاينت خرج بيجي المتابعه بشوفه بطمن عليه. بعد ما نخلص فتره المتابعه بتاعتي اللي بيبقى فيها انا والمساعدين بتوعي زائد دكتور العلاج الطبيعي عشان الليمفاتيك مساج الموضوع خلاص خف وخلاص تمام انت خلصت؟ لا ما خلصتش، هتطلع بعد كده على دكتوره التغذيه اللي هتتابع حضرتك وتعمل لك نظام غذائي عشان مش هقول لك عايز تخس شويه اوكي تحافظ على اللي موجود اوكي، بس اوعى تزيد في الوزن. ما انت لو زدت انا اللي هاجي لك، انا ما تبوظنيش عمليتي ما ينفعش. يعني حضرتك دخله في سايكل كامل او طبعًا. دوره كامله لازم يمشي فيها عشان يحافظ على ده، عشان يحافظ على النتيجه. ما هو في الاخر الكلاين ده وش انا يعني يعني هو ده المرايه بتاعتي او ده شغلي انا. صحيح. بحب الحمد لله بحب شغلي شويه الحمد لله. دكتور دايما المقبلين على الكليات العسكريه شرطه وجيش طبعا بيفرق معاهم الشكل، فكتير مؤخرا بقوا يلجأوا لفكره عمليات النحت والسكس باكس، فهل ده نسبته وخاصه التثدي ناس كتير قوي يعني يعني من الحاجات اللي هي بتسقط في دخول الكليات العسكريه التثدي ده خلاص يعني لا او اللي هو السنه الكتير خلاص. فلو خس وعنده مثلا في شويه مناطق كده محتاجه شويه حاجات او عنده تثدي ممكن نعملها طبعا. بتبقى نعملها بصوا عشان برضو ما يبقاش الموضوع ايه، ما حدش يفتكر الموضوع ده احنا بنعمله علشان يعدي من الامتحان. لا هو الكلاينت لازم يبقى فاهم ان دي حاجه عندك فيها مشكله احنا هنصلحها لك. عديت ما عدتش اوكي صحيح. ولكن بنسبه كبيره قوي اصل خلاص هو لو هو فات في كل حاجه وعنده مشكله التثدي فقط خلاص بيعمل عمليه، ما احنا طالما احنا بنعملها من غير ما نعمل له جرح مشوه يعني شكله هينزل بيه البحر يعني طبيعي. هو طبيعي رجع طبيعي السبب اللي عنده. طب اقول لك حاجه، عارف مثلا واحد لو دخل كليه عسكريه ففي الكشف الطبي مثلا عنده فتق، الفتق ده فتق ارمي حاجه هتسقطه، بس لو راح عمل العمليه
بيدخل الكلية عادي عادي خلاص. ما هو طالما انت كان عندك طب الفتق ده زال بالظبط المشكلة. طب هو الفتق ده مش هتسيب جرح؟ هتسيب بس الجرح ده بيبقى مداري في المنطقة اللي تحت، فخلاص هو مش هيسبب لك مشكلة. حضرتك عندك مشكلة حلتها اهلا وسهلا. انما لو في مشاكل بقى في العظام في النظر في الحاجات دي بتبقى صعبة. بس فهي دي من الحاجات الكتيرة اللي بنقابلها خاصة في وقت الكليات العسكرية، سواء بقى شوف دون للسمنة او بالاغلب بيبقى التفتق. دكتور خلينا بقى نقول نروح للمنطقه اللي عشان محدش يزعل مننا بقى، الستات. الحق نفسك بقى، الحق نفسك. الستات زي ما احنا قلنا في الرجاله بالنسبه لهم بيبقى السكس باكس، او لو ما في تسدي نشيل التسدي، والفي كات اللي هو شكل الفي للرجاله يعني. الستات بيكون اقرب شكل اللي هو الساعه الرمليه اللي هو شكل الكيرفي ده. تمام. فده اكتر شكل معظم الستات بيجوا عايزين الشكل ده. تمام. فانا عايز اسال لحضرتك بقى، الستات بيجوا يطلبوا احنا عايزين، او ممكن يذكروا لحضرتك بقى اسامي مثلا ممثلين احنا طبعًا عايزين يبقى شكل هيفاء وهبي؟ طبعا طبعا. فده بيحصل طبعا طبعا. بص اقول لك حاجه، زي ما انت قلت في بدايه الحلقه برضو، مش عارف انا باخد دايما كلامك كده واكمل، ان الشكل بتاع الرجاله ما كانش فارق في الزمان، لا دلوقتي بقى فارق. الحاجه الثانيه عايز اقولها لحضرتك ان الشكل بتاع الستات اختلف عن زمان، بمعنى يعني الستات يعني دايما في المؤتمرات بتاعه التجميل في سلايدز او كام سلايد كده في البدايه دايما في محاضرات كتير قوي بنشوفها، ان ازاي الجمال اختلف عن من زمان عن دلوقتي. يعني بالظبط زمان الشوبي او المليانين صحيح. الجمال الستاتيوز بتاعه زمان او التماثيل فمش حضاره بتاعتنا بس، الحضاره الاغريق والكلام ده كان، والتماثيل الرومانيه كان الست مليانه حاجات اوكي. مع الوقت الموضوع بيختلف اوكي، لغايه ما احنا وصلنا دلوقتي زمن السوشيال ميديا، زمن الفضائيات والممثلات وكل البلاتفورمز الموجودين دي والمودلز بقى والكلام ده، فبقى خلاص كل الناس انا عايزه ده سواء ينفع او ما ينفعش. لا انا طموحي ان انا اوصل للشكل ده، والناس كتير قوي بيقولوا انا عايزه الشكل ده، او عايزه الوسط ده، او عايزه الكيرفي ده، عايزه الشكل وهكذا اوكي. طيب بيزكس برضو نرجع نتكلم للبيزكس. شفط الدهون هو عمليه، او نحت القوام هو عمليه للريشيبنج وليس لانقاص الوزن زي الرجاله زي الستات، للتنسيق تنسيق القوام، عمليات اسمها عمليات نحت القوام او تنسيق القوام اوكي. طيب حضرتك بتبقى شكلك مثلا انت عندك دهون مستعصيه في اماكن معينه، احنا بنشيل الدهون دي وبنتخلص منها تماما. طيب الابجريد او التطور اللي حصل، احنا بننحت كمان، لا بنخلي الجزء ده بقى رفيع خالص. في حاجه اسمها ويست هيب ريشيو، اللي هي الريشيو او المعادله او النسبه ما بين الوسط والارداف. طيب الوسط انا عايزه قد ايه؟ طب محيط الصدر اخباره ايه؟ الحاجات دي كلها ليها مقاييس وليها حاجات احنا بنبقى عارفينها وبنحاول نعملها، في ريفرنس او مرجع معين الست بتبقى عايزه تروح له يعني. بالظبط. فبقينا ناخد مش بس بقى النحت القوام اللي هي بتبقى نفسها فيه، ان انا اتخلص، ويا ريت الساده المستمعين يركزوا قوي في الجمله دي، اتخلص من الدهون من بعض المناطق الغير مرغوب فيها، لا ده انا كمان بحط الدهون او باجي احقن الدهون دي في بعض المناطق المرغوب فيها. يعني مش بنرمي الدهون، مش بنرمي زي ما دي كنز برضو زي ما المنطقه المانحه في زراعه الشعر كنز، الدهون كنز اوكي. انا باخد الدهون دي زي مثلا واحده عندها البطن زياده، الجناب زياده، او هي كانت مثلا كان جسمها حلو وبعدين باظ منها الكلام ده، سواء بقى بالحمل او من غير، تخن شويه في الوزن، فجت انا باخد الدهون من المنطقه دي وبنحط لها الوسط من المنطقه دي، وبعدين اخد الدهون دي حاجه محتاجاها ولا مش محتاجاها. طب هل انت في منطقه في جسمك كان نفسك انها تزيد شويه؟ هل عشان نظبط الكيرف بتاع الارداف احقن شويه؟ هل احقن مؤخره شويه؟ هل ناخد الدهون دي ونحقنها في التديين؟ ايه ده، هو انا ممكن احقن دهون في التديين؟ طبعا التديين ما ينفعش نعمل لهم حاجه، او الحاجات السيف الامنه يا اما سيليكون يا اما دهون. طيب ايه كمان ممكن احقن الدهون دي فين؟ واحده ممكن الايدين، عارف اللي هو في ناس مع التقدم شويه في العمر، وباي ذا واي في نوع من انواع التجاعيد رينك التجاعيد وبتخس، فممكن احقنها هنا. ايه ده ممكن احقن في الايد؟ طبعا. طب لو انا مش لازم اكون كبيره وايديا رفيعه، او ماله لو انت عندك دهون ممكن احقنها مفيش مشكله. طيب الوش ينفع احقن فيه؟ طبعا. ممكن التشيكس دي، ما هو الدهون دي اصلا انت عارف الستات ده بيقول لك هنحقن بقى فيلر وبوتوكس والكلام ده اوكي. البوتوكس ده للتجاعيد
طيب الفيلر ده ايه؟ ما هو كلمه فيلر يعني فيل يعني املى، يعني انا بملى حاجه. طيب ما هو الاصل الدهون والفيلر ده حاجات مشابهه او حاجات بنحاول نملى بيها تبقى سيف، وفي اكتر سيف طبيعي من الطبيعه بتاع حضرتك دهونك بحقنها لك تاني، وحتى الخلايا الخاصه بيا فبالتالي مش هيبقى حتى في ريزيستنت او مش هيبقى في مقاومه من الجسم يعني، وبالعكس وبتقعد كمان فتره اطول فيبقى اطول من يعني الفيلر مثلا بيقعد 6 ل 8 شهور، لا الدهون ابطو ممكن سنتين ثلاثه ابطو خمسه على حسب حاجات عوامل ثانيه اخرى. الحاجه الثالثه بعد كده كمان الدهون بتعمل ريجوفينيشن يعني نضاره، مش بس كده لا نضاره، ده في دلوقتي حاجات بنعملها الدهون بتاخد بتعمل منها نانو فات، نانو يعني بيبقى اللي هو دقيقه جدا بيتعمل منها زي الكريم كده وبيتعمل على الوش علشان يدي نضاره عشان الجسم يمتص. فدي الدهون دي كنز، مش بس باخدها واتخلص منها لا، طب شوفي الدهون دي احنا هنعملها ايه، هنعمل ايه الشكل دي وايه اللي ينفع نعمله وايه اللي ينفع سوري وايه اللي ما ينفعش. يعني في بعض الناس بيبقوا جايين يطلبوا حاجات في مثلا عارف لو في اكسبريشن كده يمكن في الجلف او في الخليج يعني دارج اكتر اسمها الخفسات او الخسفات، بيبقى حفرتين كده في الجنبين اللي هم الاسم بتاعه الهيبس ديبس اللي هو بيبقى عندها حفرتين في الجنب، هي عايزه انت عارف شكل كيرفي زي الاور جلاس بيبقى نازل كده ونازل كيرفي من ورا وكيرفي من الجنبين. في ناس بيحبوا قوي يحقنوا في المنطقتين دول، عندهم حفرتين كده مضايقينهم فممكن عايزه تحقنهم. في ناس ثانيه بتبقى عايزه زي ما تحكي بنحقن في الثديين في نسيت منطقه التندو اكيلس او اللي هو العرقوب الرجل من ورا، عارف احنا في مثل مصر عندنا يقول لك البنت دي ما اعرفش معرقبه انا كنت فاكرها وانا صغير معقربه فانا مش فاهم يعني ايه معرقبه دي. المهم اللي هو شكل رجليها بالظبط العروق اللي هو التندون ده تندو عندنا موجود بس ايه لو في لو هو رفيع كده والرجلين رفيعين لا دي معرقبه. ما اعرفش بقى ماري منيب الله يرحمها كانت بتقول عليها ايه. anyway فدي بقى الرجل الثانيه استنى مصبوبه يقول لك رجلها مصبوبه اللي هي الحته دي مصبوبه او في لفظ دارج ملفوفه مصبوبه او ملفوفه بالظبط ايوه صحيح. فدي يعني بنقولها بتبوظ جوازات دي انا مالي بقى احنا كده بنصلح اهو طب الحمد لله بنبوظ بيها جوازات دي احنا بقى بنصلح بس. فهي الدهون زي ما بقول لك هي زي ما هي بتبقى حاول بقى الجمله تاني زي ما هي الكلاينت بتبقى عايزه تتخلص من الدهون من الاماكن الغير مرغوب فيها هي برده نفس البيشنت بتبقى نفسها تحقن الدهون دي في بعض الاماكن الاخرى المرغوب فيها. بالظبط يا دكتور يعني حضرتك تقريبا بتقول لي ان احنا ممكن البيشنت يا اما بيقول لحضرتك انا عايز المنطقه دي هي اكتر من منطقه فيها مشكله، او في بيشنت بيكون موجود لحضرتك او يعني مريض بيكون جاي لحضرتك وبيقول لحضرتك انا عايز اعمل انسق جسمي بشكل كامل، يعني انا عايز الشكل كله يبقى الثدي مع الوسط مع الهيبس او مع منطقه الارداف دي مع البرازيليان بات او المؤخره البرازيليه فتقريبا حضرتك بنعمل ديزاين كان حضرتك بتعمل بنرسم رسمه بنعمل ديزاين لو ده شكل النهائي بالظبط وبناء عليه احنا ممكن اثناء العمليه بنعمل اكتر من يعتبر كان اكتر من عمليه بالظبط احنا ساعات بنعمل كذا حاجه في نفس الوقت ممكن نعمل شفط دهون من او نحت القوام من الوسط والوسط وحقن دهون في المؤخره وممكن نحقن شويه في الثديين نعمل شويه لايبوسكشن من الافخاد او الارداف اللي هي الداخليه ونحقن بره في كذا حاجه بس اهم حاجه ان انا ببقى اخد بالك من حاجه برضو احنا بنتكلم عن عمليه تجميل يعني انا اهم حاجه بالنسبه لي رقم 1 و2 و3 و4 السيفتي بتاعت البيشنت. في ناس بيجي تقول لي يا دكتور عايز اعمل الجسم كله في مره واحده ليه يعني هو لو هعرف اعمل على الحاله الصحيه بتاعت حضرتك لا انا لازم ابقى في ساعات بقول برفض لا هنعملها مثلا على مرتين في ساعات بقى في عمليه الانكشاف الترهله اللي بنتكلم عليها في مره ثانيه بنعملها على مثلا 3 مراحل لا ما هو بص هو دايما البيشنت بتبقى عايزه تخلص عايزه بص وجع واحد وجع وجع ساعه ولا كل ساعه او يعني هو كله مره واحده اخلص بقى هي بقى مره واحده اخد اجازه من شغلي مره واحده فخلاص اعملي بقى كله لا لو هينفع طب هنا سؤال يا دكتور هو دلوقتي لو العمليه ممكن عشان صحه البيشنت ممكن تبقى على مرحلتين مثلا فهنا بالنسبه للنحت ساعات هو ساعات بنعملها مره واحده لو الدنيا بسيطه انما لو واحده مثلا عايزه بقى تعمل الدراعات والرجلين والحقن والكلام ده بفضل عشان صحتها وحتى خد بالك عشان برضو فتره النقاهه بتاعتها تبقى لطيفه انت جايه تعملي عمليه تجميل مش جايه يعني ما تصعبهاش على نفسك بالظبط يعني. وتقومي بالسلامه بسرعه ترجعي شغلك بسرعه وهكذا فالموضوع بيبقى
على حسب صحتك، عشان بس الناس ما تقولش ان انا بقول لا لا، بنقيس فيها حسب صحتك على حسب الصحه والحاجات اللي عندك وكميه الدهون. خد بالك برضو يعني يعني ممكن واحده يكون وزنها هي مثلا عايزه مثلا عايزه شفتها عايزه تشفط مثلا من الدراع 200 300 سي سي من البطن 500 من الجاب 300، دي ممكن يعملها الجسم كله على نص مره مش على مره، وماله ايه المشكله؟ خلاص هي تبقى موجوعه شويه بس خلاص. انما بيشنت ثانيه لا احنا نشفط من هنا 2 لتر وهنا لا كده الكميه كبيره، لا يبقى ستوب هولد ونعملها لك على مرتين احسن لحضرتك. هنا السؤال بقى ان دلوقتي انا هل الشفط ده ممكن يخليني احتفظ بالدهون دي للمره اللي بعدها ولا ده لا ما بيبقاش بالشكل ده؟ بص هو في طرق لحفظ الدهون بس انا ما بحبهاش، عشان برضو لازم بيبقى ليها تعقيم بطريقه معينه وتتحفظ بدرجه حراره معينه. فلا احنا بنعمل اللي هو اللي بنعمله في في ذا سيم في ذا سيم سيشن في السيشن نفسها نفس الجلسه الجلسه او العمليه. مظبوط دكتور. طيب ممكن عايزين نعرف من حضرتك ايه اغرب حاله او اغرب مريض او مريضه في عمليه شفط الدهون او تنسيق القوائم بشكل عام؟ اغرب حاله بص هي كانت بيشنت بص هي مش غريبه قوي بس يعني حاجه برضو هي فرق ثقافات، بمعنى كانت بيشنت من الجلف ف من منطقه الخليج من منطقه الخليج يعني فجايه عشان تعمل عمليه تجميل فنحت القوام برضو، هي كانت رفيعه مش مليانه قوي وعايزه تحقن الدهون في الارداف والمؤخره عشان تعمل برازيليان بط. المهم فعملت لها العمليه والدنيا نتيجه طالعه تحفه ووريتها صورها بيفور اند افتر، نتيجه هايله جدا. فهي واحنا بندردش فهي بتقول لي دكتور هو حضرتك عملت شفط دهون قد ايه؟ قلت لها انت ما كانش عندك دهون كتير، احنا حقنا سوري احنا عملنا لايبوساكشن ل تقريبا 2 لتر ونص حاجه زي كده. اوكي طيب وحضرتك حقنت قد ايه؟ قلت لها بعد البروسيسنج بتاع الدهون دول صفوا تقريبا الاثنين ونص دول صفوا دهون صافيه اقدر احقنها لتر ونص، حقنت لك انا 600 و600. بص وشها قلب او شكل بص انا شكل رقم بس هو الفرق كان 100 او 150. أيوه. وبقيت الدهون فين؟ قلت لها ما لقيت الشكل كويس خلاص. حرام عليك وهي دي دهوني ومش قلت لها هم مين؟ هي دهوني اولى بيا وانا ما اعرفش. بص عايز اقول لك ان هي انهارت انا ما فهمتش عايز دهوني هو 100 سي سي يا جماعه. بص بشكل حقنت لها 800 وهي 900 او 700 وزن. بص وهي طالعه جميله جدا وزي الفل، هي بعد ده خلاص لا هي دهوني حقنها لي ما ترميش حاجه بس. فده كان موقف لطيف يعني او طريف يعني. الحقيقه دكتور دايما بنستمتع بالحوار مع حضرتك ربنا يخليك وبنستفيد منك بشكل كبير جدا، واعتقد الساده المشاهدين والمستمعين بيستفيدوا يا رب زي ما انا شخصيا بستفيد من حضرتك. تسلم دكتور احمد مكاوي، الحقيقه اتشرفنا جدا بحضرتك وان شاء الله حضرتك تكون موجود معانا في حلقات كتير تانية. بشكركم شكرا جزيلا وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من ميديكازون بودكاست.